سنتين من جائحة كورونا، أعراس أجلت وعرسان فضلوا انقضاء الجائحة لإحياء زفافهم كما ينبغي، على غرار لينا التي انتظرت أشهرا طويلة لتحيي ليلة العمر كما تمنتها دوما. أنا من 2020 أنا مخطوبة صافي دوكا عامين، وأشاك فاجو راح ندير عرسات ويغلقوا يغلقوا لي سال، يعني حابة جو ندير عرسي كيما كاع البنات. نستنيت حتى يفتحوا ويتو جهازي واجد، كلش واجد، عنده بزاف واجد جهازي ديجا، كون ستريس كبير وتتقلق باسكو جو كلش واجد، وتقعدي غير تسني في يفتحوا لي سال والمرض تخافي جو تعرضيت ومن بعد ينتشر المرض سورتو. مسؤوليه كبيره. عودة الأعراس أعادت الحركية للنشاطات التي ترتبط بها، على غرار بيع ملابس وتجهيزات العرائس وكذلك صالونات الحلاقة. هذه بعد كورونا رانا خير من اللي كنا كجازو يامات في وقت كورونا وقاعدين ما كاش هذو العرس حبسوا. شغلت الناس ولات ما تخممش تاع الآخر، ولات مام في العرس ولا وغير حاجة خفيفة. شغلت المهم يسلكوا رواحهم هكايا، يعني عودة بدات تولي كيما زمان. ولا هذاك الكورتاج ولا في كما رجعوا ليامات الوالا. الحمد لله يا ربي، مام في من جهه التجاره بدات تتحسن بشويه الحمد لله يا ربي. صرت العروسه تاع اليوم اللي جاتني كانت كل يوم تاجل كل يوم تاجل، كي جاتني اليوم وقالت لك دير لي ان كوافير سامبل باسكو راح دير عشاء ومن طون تصديره. كاين مواعيد تاع العرايس، هم يجوا عندي العرايس ودو مواعيد تاعهم سورتو هذا الجوان جوي اوت، على بالك لي سالون دو كوافير بالمواعيد. سنتين من الركود عرفتها الافراح في الجزائر بعد حصر تجمعات بسبب كورونا، الا ان استقرار الوضعيه الصحيه عجل في حجز كثير من المواعيد التي كانت قد اجلت في وقت سابق.